اهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم على فن جميل جدا ومشتهر في هذه الفترة اللي هو التيبوغرافي. طبعا فن التيبوغرافي هو من الفنون الشهيرة والجميلة، واللي هو عبارة عن تشكيل نصوص على هيئة صورة معينة، مثل ما نلاحظ هنا النصوص على هيئة هذه الموديل، او في هذه الصورة مثل ما نلاحظ هنا النصوص مشكلة حتى تكون لنا هذه الصورة او هذه الصورة او هذه الصورة. طبعا بامكاننا نعمل التيبوغرافي بطرق عديدة، واسهل وافضل هذه الطرق هي من خلال الموكا. في هذا الفيديو راح نوفر لكم موك اب جاهز بامكاننا نعمل هذا الفن بخطوة واحدة فقط. طبعا هذا الموك اب راح يتم ارفاقه مع هذا الفيديو، بامكانكم تحملوه بصندوق الوصف. يتكون من هذا الملف اللي هو ملف BSD اللي رقمه 70، نفتحه بهذه الطريقة. بعد ما نفتح الملف راح نشاهد انه راح تظهر لنا على اليمين صندوق الطبقات، وممكن بهذه الطريقة ممكن يكون الفولدرات مقفلة. مثلا لو كان مقفلة ممكن بهذه الطريقة. طبعا نجي الى Replace Your Content بهذه الطريقة، وطبعا نفتح هذا الفولدر. عندنا هنا ريبليس، نضغط عليها دبل كليك بهذه الطريقة، راح تنفتح لنا هذه الطبقة. راح نضيف الصورة اللي نريدها تكون تيبوغرافي، مثلا هذه الصورة. نضغط على علامة الصح ونخرج، ومن ثم يس. إذا لاحظ انه هنا اصبح عندنا فن التيبوغرافي بطريقة سهلة وبسيطة. ممكن نجرب على صورة أخرى، ممكن نختار هذه الصورة وطبعا نحفظ Ctrl S، نشاهد أنه النتيجة راح تكون طبعا العملية سهلة جدا وبسيطة، وممكن تعطينا نتائج جميلة ومذهلة بنفس الوقت.